السلام عليكم الاخوان. الحمد لله بعد ما كنا درنا واحد الحمله انا والاخ الجلالي وانا والاخ ايوب، كرمنا الله اننا جمعنا واحد المبلغ محترم، اللهم لك الحمد. ماشي شي حاجه اللي كثيره، ولكن الحمد لله بما يكفي باننا نساعدوا واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ديال العائلات ولا حتى خمسه ديال العائلات. وهذه الحمله الحمد لله كان الاساس ديالها اننا نساعدوا الاسر اللي ما قدروش انهم يوفروا الادوات والشكار والمقررات والضفاصر لوليداتهم. بالنسبه لهذا المبلغ هذا الحمد لله جمعته من جهتي انايا، وكذلك الاخ ايوب جمع واحد المبلغ محترم الحمد لله من جهته هوايا، والاخ جلالي كذلك، وكنا حاطين واحد الريب مشترك. وبالنسبه للناس اللي ساموا معنا فقط للاشاره، كانوا ناس ساموا معنا الحمد لله ب 50 درهم، ناس كنعرفهم انايا الحمد لله ساموا معنا ب 50 درهم، وكاين واحد الاخ ساهم هو معنا ب 20 درهم، وواحد الاخ ساهم معنا ب 40 درهم، واحد الاخوات تحيه طيبه ليهم تما ساموا معنا بواحد 70 درهم اللهم بارك، وواحد الاخ من فرنسا ساهم معنا اللهم بارك بواحد 500 درهم اللهم بارك، واحد الاخ عاوتاني تا هو من واحد الدوله اوروبيه صراحه ما عرفتهاش وقال لي ما تذكرش لي الاسم ديالي وما الى اخره، ساهم معنا تا هو الحمد لله ب 100 درهم اللهم بارك. يعني سبحان الله العظيم شفنا بزاف ديال التضامن من بزاف ديال الاخوه والاخوات، الله يجازيهم عنا خير الجزاء يا ربي، والله يتقبل منا جميعا. وبالنسبه للمبلغ اللي غادي نكونوا جمعنا الحمد لله لحد الان غيكون هو هاتوما 1 2 3 4 5 ها 1000 درهم، ها 50 درهم 1050، 1 2 3 4 5 1150 و40 درهم، 1230 درهم اللهم بارك. وسبحان الله العظيم اقسم بالله العلي العظيم، وانا دابا كنصور في هذا الفيديو غادي نلقى ان واحد الاخ ها هو ساهم معنا دابا، ساهم معنا ب 250 درهم اللهم بارك، اللهم بارك، دابا ساهم معنا 250 درهم. انا كنت دابا داير الفيديو حتى غتجيني النوتيفيكاسيون. وسبحان الله العظيم كنا صافي راه وقفنا الحمله، كانوا بقاو جوج اخوان، ربما يكون هذا هو الاخ اللي قال لي خليني تلتنين حتى انا بغيت نساهم معكم. المهم الحمد لله، وهذا راه من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله احنا غير سبب وتنتوما غير سبب، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يقبل من جميع الناس اللي ساهمت، والله يسهل على الجميع، والله يجازيكم بالخير يا الاخوان. واحد القضيه واحد الامر طيب، بغيتكم كاملين الاخوان تهودوا الكومنتات وتخليوا واحد الدعوه لاي واحد ساهم في هذا الخير هذا الله يرحم والديه. وشكرا بزاف من القلب الخالص على الثقه اللي درتوها فينا، مع العلم الحمد لله ماشي شي حاجه كثيره، ولكن راه يكفي عرفتي باش الانسان يصيفط لك واحد 500 درهم ولا 100 درهم وما كيعرفكش، راه عارف وراه تاقفك. مع العلم سبحان الله العظيم هذه هي الصداقه، انك تشوف واحد الشخص معين وكتقول انا غنادي لوجه الله، فهمتي؟ وبطبيعه الحال كتكون هذيك نوعا ما واحد شويه ديال الثقه باش ما تخسرش فلوسك وما الى اخره. المهم الحمد لله. وبالنسبه للاخ جلالي والاخ ايوب حتى غادي نتلاقى معاهم عاد غنقول لكم شحال جمعوا تما من الطرف ديالهم. والحمد لله دابا المبلغ بعد 250 اللي وصلتنا دابا غيكون هو 1480 درهم اللهم بارك، يعني راه الخير والبركه. وان شاء الله غيكون الجزء الثاني فاش غادي نشريو الدفاتر وغادي نعطيو ديك المحفظه لديك العائله وما الى اخره. وبطبيعه الحال ما غاديش نصوروا الوجوه حيت الحمد لله شوف الناس اللي عطاو، حيت سبحان الله العظيم شوف الناس اللي عطاو داكشي اللي وجه الله، وهذه هي الصداقه، وهذه هي الصداقه، انك ما عارفش واحد الشخص غادي يعطي لي وقلتي غادي نساهم، وهذه هي الصداقه الحقيقيه. والله يتقبل منا جميعا، والله يتقبل من جميع الناس اللي بارطاجيو الريلز، واي واحد خلى شي كومونتير زوين وبارطاج الريلز باش يوصل وما الى اخره. كون اكيد انك انت ما قدرتيش تساهم معنا بالفلوس، لكن راك ساهمتي معنا بقوه بالبارطاج ديالك. تبارك الله عليكم.